قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن القوى الأوروبية اتفقت على الخطوط العريضة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة أنه سوف يعقد اجتماعا مشتركا في فيينا الأسبوع القادم على مستوى وكلاء وزراء الخارجية. ضافت موغيريني عقب اجتماع ضم وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن العمل جار على إيجاد حل عملي، وقد كلف المسؤولون المشاركون في الاجتماع خبراء لحماية الأعمال الأوروبية في إيران. هذا وتنبئ الأحداث الجارية بمواجهة سياسية محتدمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي مع إيران، حيث ترى الإدارة الأمريكية ضرورة في التفاوض مع إيران على اتفاق جديد يغطي الثغرات الموجودة في الاتفاق الحالي، خصوصا فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية وتدخلات النظام الإيراني في شؤون دول المنطقة. بينما يرى الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق بصيغته الحالية ضروري للحفاظ على استقرار المنطقة.